عشر زيجات في حياة سهير رمزي وحقيقة خطبتها من عمر الشريف. اشتهرت بأدوارها الجريئة، فكانت صاحبة الجمال الفاتن بين فتيات جيلها، وسعى للتقرب منها العديد من الرجال لتقع في حبهم الفنانة سهير رمزي، وتضرب المثل في كثرة عدد الزيجات. فكانت الزيجة الأولى للفنانة من إبراهيم خان، ولم يستمر هذا الزواج سوى عام واحد، ثم تزوجت رجل الأعمال السعودي خالد آل سعود الذي كان رئيسا لمكتبة الملك سعود بعد انفصالها عن إبراهيم خان، ولكن كان زواجهما سريا واستمر لأقل من عام ثم انفصلا. ثم تزوجت سهير رمزي بعد انفصالها عن خالد آل سعود مباشرة من رجل الأعمال محمد الملا، ولم يستمر الزواج سوى شهور، ثم انفصلت عنه لترتبط بالملحن حلمي بكر، واستمر زواجهما لمدة 4 أعوام، ولكن العصمة كانت في يد سهير رمزي. وبعد انفصالها عن حلمي بكر تزوجت سهير رمزي من الفنان محمود قبيل، ولكنهما انفصلا بعد وقت قصير لتتزوج من الفنان فاروق الفيشاوي بعد انفصاله عن الفنانة سمية الألفي. ثم تزوجت سهير رمزي من رجل الأعمال الخليجي منصور العودي بعد انفصالها عن فاروق الفيشاوي، وكالعادة لم تستمر الزيجة وانفصلا، لتتزوج سهير من رجل الأعمال السوري ولم تستمر هذه الزيجة أيضا سوى شهور. ثم تزوجت سهير رمزي من رجل الأعمال الذي كان رئيسا للنادي البورسعيدي سيد متولي، واستمرت هذه الزيجة لمدة 4 سنوات، وأخيرا تزوجت من علاء الشربيني وهو زوجها الحالي. كما خرجت الكثير من الشائعات حول خطبتها من الفنان الراحل عمر الشريف، ولكنها نفت ذلك قائلة: ما حدث هو أنني احتفلت به مع أصدقاء في منزلي بعد عودته من الخارج، فهو نجم عالمي وكان غائبا عن مصر فترة طويلة.